كلما اجتمعت فاطمة مواق بأسرتها إلا وبدأت تحدثهم بالقرآن والسنة، تقدم القصة تلو الأخرى وتستخلص منها النواهي والأوامر وترسل إشارات إلى ما تتضمنه من دروس وعبر. امرأة عادية استطاعت في يوم من الأيام أن تفاجئ الجميع. بالنسبة لي أنا ما كنتش نظن أنها غتكمل السين حزب، حيت فاجأتني اللي استظهرت للسين حزب على العلماء ديال المجلس العلمي لابن سليمان. ثم فاجأت فاطمة أسرتها يوم أعلنت عن حفل ختمها للقرآن، واستقدمت إليه العديد من المشايخ والعلماء احتفاء بنهاية الدور الأول من التحدي. لكن هذا الاحتفاء يأتي أيضا لإحياء مسار بدأ في الجذور العائلية، يعود بالأساس إلى أجدادها الذين جمعتهم بالقرآن صلة قوية. كان عندي واحد جدي هو القدوة ديالي، هاد جدي كان مريد مقدم ديال المواريد، والشرح ديال المريد باللغة العربية هو من أراده الله، لأن الله سبحانه وتعالى كيعطي المال اللي يحبوه واللي كرهه بجوج، أما الدين تيعطيه غير اللي يحبوه بغاه. كل منهن ينطلق من قصة أو حديث شريف، وأحيانا من قناعة ما بعلاقة تحسين ظروف العيش بالقرآن الكريم. من هنا وضعت فاطمة مواق قناعتها، قناعة سبقها واقع مغاير جعل العلاقة بالقرآن الكريم تتأخر عن موعدها، وتضرب لفاطمة موعدا آخر بعد الزواج. ملي وصلت لسن التمدرس، بما بحكم أن كانوا كيدرسونا فرنسيين، كانوا كيرغموا علينا اللباس ديالهم والتسريحة ديال الشعر ديالهم، وبدينا كنحفظوا عوض من القرآن، مشينا للناشد وشي حاجات اخرين اللي والصديقات والموضة والفتنة ديال الدنيا. من بعدها تزوجت ولدت الوليدات، جا واحد الوقت اللي لقيت راسي بأن كنبري على شي حاجة مضرالية. شنية هاد الحاجة؟ هو كتاب الله والقرب من الله، وبديت كنساعد على كل شيء الفتن ديال الدنيا وتفرغت لله سبحانه وتعالى. تعود قصة فاطمة مواق كما تحكيها إلى فترة الصغر عندما كانت لها الأفضلية. كانت الطفلة التي يسمح لها جدها بالجلوس في حضرة العلماء، يحملها الفضول للاستماع إليهم والاستمتاع بحكمهم وأحيانا بتلك القصص التي يروونها بينهم، فلم تحد عن نهجهم واستطاعت الأيام أن تدفعها إلى الاقتداء بهم. مشيت للمكتبة شريت كتب، منها كتاب الشفاء للقاضي عياض والسيرة النبوية، وأولا قبل كل شيء القرآن العظيم وتفسير القرآن ديال ابن كثير، وشريت النساء حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتاب رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتاب الأذكار، وقيدت راسي بالأوراد اللي كان كيعمل جدي، بديت كنديرها، بديت كنحفظ القرآن تنبداه من الأول، ماشي نحفظ غير نقرأ، نقرأ القرآن ونكمل ونعاود نقرأه. من الورد اليومي ومن الأذكار ومن الكتب التي اشترتها لغاية التفقه في الدين، وهي تبحث عن شيء لا تدري طبيعته ولا تعرف ما الذي سيغيره في حياتها، وانطلقت مسيرة فاطمة مواق في القرب من القرآن الكريم، ثم بعدها إلى بدء مسيرتها في التحفيظ. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. قلت علاش انا هذا القران اللي دابا بحال دابا واخا ما كنتش حافظه كنقول مع المقرئ الا كان يقرا كنقول قربت نحفظ، علاش ما نفكرش نحفظ. والتجأت لبعض الاستادات طرحت عليهم الفكره عجباتهم وساعدوني حتى هما الله يجازيهم بخير، وبقينا كنتجمعوا مره او مرتين في الاسبوع، تنفسروا 5 آيات في الاسبوع وكنستظهروها في
نستظهروها، وملي كنبغيو نكملوا المجلس ديالنا تنوزعوا المهام. وحدة تكلف بالفقه تعلمنا الفقه، وحدة تكلف بالسيرة النبوية، وحدة كتجيب لنا القص القرآني وتفسير القرآن، وتنستظهروا ونستظهروا بطبيعة الحال الحديث. بدينا من الأربعين النووية، كنا نبداو من الحديث الأول، إنما الأعمال بالنية. لكل حافظة إذن ميزة تميزها وتجعل لها لونا خاصا بين الحافظات، وما يميز فاطمة هو طريقتها في حفظ القرآن الكريم، وهي التي أخذت لنفسها منهجا في التعامل مع القرآن. حيت نفسي لما شغلتيهاش بطاعة الله دابا ضروري غتشغلها بشي حاجة أخرى. أنا كنت كنكثر عليها الأوراد باش تجلس الأرض، باش نفسي خصك تجلسها بالزمنة، وتنجلس تنحفظ. وفاش كندخل المطبخ ما تنضيعش الوقت، تناخذ واحد التومون وتنديرو وسط الورق الشفاف وتنعلقو في المطبخ، وانا كنعمل الشغل ديالي في المطبخ وتنردد الايات عده مرات. وفاش تنجلس في المجلس ديال اللي كنذكر فيه الله تنربط دوك الايات مع بعضهم بعض. يوضع القران الكريم بعنايه في كيس شفاف حتى لا يتعرض لما يتناثر من ماء او اشياء اخرى، ثم يعلق على جدران المطبخ. جدران هي وحدها التي ترد صدى فاطمة، وهي تردد آيات القرآن الكريم حتى إذا انتهت بدأت في جمع ما حفظته بالكامل. الناس في الكتاب. دائما البنت كتبغي تتبع الأم ديالها، يعني الأم كتكون قدوة ليها، فتارتني العلاقة الأم ديالي بكتاب الله تعالى. في الأول كان كيجيني صعيب، ولكن الحمد لله ملي درت الحجاب وعرفت طريق الله تعالى وبعدات عليا ديك الايه اللي كتقول بلران على قلوبهم، يعني حيت قبل انا كنشوفها تتحفظ ولكن ما هذا، ولكن ملي هداني الله سبحانه وتعالى للطريق الحق فقلت هذه هي الطريق المزيان، وعرفت ان الا بذكر الله تطمئن القلوب وخير ذكر هو كتاب الله تعالى. وتلك قواسم مشتركه ايضا بين الحافظات، فما ان تصل احداهن نفحات من الذكر الحكيم حتى تبحث عن وسائل واليات لتبليغها لغيرها، وتبدا بالبيت وباسرتها الصغيره باعتبارها اقرب دائره في عمليه التبليغ. اتذكر امي في كثير من الايات، ملي كنكون بحال دابا كنقرا القران كنتذكرها بزاف ديال الايات، بحال كنوصل نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، فهاد الايه تتفكرني بامي بزاف لحقاش كانت كتذكرها بزاف. وبعد اسرتها حاولت فاطمة مواق السفر عبر الزمن، تارة الى الخلف واخرى نحو المستقبل، وحين سافرت الى تاريخها عملت على بعث إرادة داخلية كاملة في أن تصبح واعظة تعلم الناس وترشدهم في الدين. وحين سافرت في المستقبل رأت منطقتها في حاجة إلى بيت من بيوت الله فيه يجتمع الذاكرون والذاكرات وتقام العبادات. 2005 دازت المباراة ديال الوعد والإرشاد، وحست على الشهادة الأهلية للوعد والإرشاد. بديت كندير في الاول الوعظ والارشاد في المساجد ديال مدينه بن سليمان، وتحت لي الفرصه باش نبني واحد الضيعه في الباديه، وجيت وفكرت ثاني في بناء مسجد، وبديت كنجمع العيالات، بديت كندير الوعظ والارشاد في هذا المسجد اللي كتشوف فيه، وكنمشي لواحد الدوار اخر تيقول له دوار ولاد بوعزه، تندير تما ثاني الوعظ والارشاد للنساء. تحقق حلمها في أن كانت سببا رئيسيا في بناء مسجد في منطقة كانت تفتقر إليه، ومدت إليها أيادي الإحسان حتى أصبح الحلم واقعا. لم يكن سكان هذه المنطقة من نواحي إقليم بن سليمان يتوقعون هذه المفاجأة، حتى حلت عليهم الفرحة من حيث لم يحتسبوا. مسجد ببناية حديثة جمعت بين الأصالة وجمالية العمارة الإسلامية. كنا حفرنا واحد البير هنا في البلاد اللي ورثها من الوالدين ديالي. ملي حفرنا البير بنينا فوق منه بيت، بيت واحد. هذاك البيت الواحد كنت كنجي ليه كنبات فيه، تنتوضا وكنفيق راجلي كنقول له نوض مع الفجر أذن، وتيأذن غير في ذاك الخلا بوحدنا، وتنصليو وسيدي ربي عتكرمنا بهذا المسجد. من تما جات الفكره، قلت علاش اجي ما نديرش شي مسجد هنايا،
وكانت عندي واحد القطعه ديال الارض قلت غادي نبيعها ونعطي انا الارض ديالي ونشوفوا شي محسن اللي غادي يجي ان شاء الله تعالى ويتعاون معايا ونبنيوها، وربي يسر لنا في كل شيء الامور والحمد لله. تصر فاطمة مواق على الاستمرار والاستماتة في طريقها، تبحث عن الاسباب المؤدية الى النجاح، تسير في دربها تحقق النجاح تلو الاخر، من حفظ القرآن الكريم الى الاسهام في اقامة مسجد تسهر على التأطير فيه. ما صعيب والو، القرآن الانسان غير تيبدا تتقوى الذاكره ديالو تيولي يجي سهل، واللي في الدم ديالو ما يقدرش يجلس بلا ما يحفظ. لا تفرق فاطمه بين المستويات الثقافيه والعلميه للنساء المقبلات على الحفظ، فهي ترى ان ما يميزهن عن بعضهن البعض هو القدره على حفظ القران الكريم بسرعه الاستيعاب. كل واحد على حسب القدره ديالو، ويوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، كاين اللي واخا تلقاها اميه كتحفظ اكثر. ان للقران حلاوه من ذاقها اعترف ومن اعترف غرف. القران بحال العسل، اذا ذقتي العسل خصك تزيد تبقى تشرب، ما تشبعش من العسل. ذاقت فاطمه مواق حلاوه الايمان وحلاوه القران، ومعه استطاعت أن تبني مسيرة محفوفة بالأفراح وتجعل من بيتها أول من يغرف من هذه الحلاوة، بعدما انعكست كل الكلمات والآيات على هناء الأسرة واستقرارها.